يبهرك والله عيدروس الزبيدي. هذا الرجل صاحب نكتة يغضبك لكنه يسليك. يحتفي بعيد توحيد المملكة العربية السعودية، يرسل التهاني والتبريكات، وفي الوقت ذاته يطالب بتقسيم اليمن. هذه مرحلة خارقة من التصالح مع الذات. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عيدروس لا يحب الخير لنفسه ولغيره، بل يحب الخير لغيره ويسعى لنفسه وراء الشر. الزبيدي يهنئ بذكرى توحيد المملكة. بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب الرئيس القائد في برقية بعثها باسمه ونيابة عن شعب الجنوب عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة. كلمة ولو جبر خاطر. عيدروس الذي هنأ السعودية بعيدها الوطني لم يقل شيئا عن ذكرى 26 من سبتمبر. الناس يحتفون بالثورة وهو يتحدث عن تمكين المرأة في الجنوب. حبكت يتحدث عن المرأة في هذا التوقيت. الرجل الذي يطالب كيانه أبناء المحافظات الشمالية بإنهاء انقلاب الحوثيين لم يقل كلمة واحدة في ذكرى قيام الجمهورية. رئيس المجلس الانتقالي الذي لا يؤمن بالوحدة يبدو أنه لا يؤمن كذلك بالجمهورية. تجاهل من قبل هذين الثابتين معا عند تأديته القسم الجمهوري. إن كنت ناسي أفكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته ورعاية كاملة، وأن أحافظ على الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. لم يتوقف الأمر بالنسبة للانتقالية عند تجاهل رئيسه لذكرى قيام الجمهورية. تطور الأمر إلى ما هو أعظم. في سقطرى مثلا منعت الميليشيا الاحتفال بثورة سبتمبر وهددت باعتقال أي مواطن ينوي رفع العلم الوطني. وفي المكلا اختطفت الميليشيا بالفعل من احتفل بثورة سبتمبر ورفع العلم الوطني. صوب نظرك الآن نحو صنعاء تجد مشهدا مشابها. الحوثيون يعتقلون عددا ممن خرجوا للاحتفال بذكرى الثورة. عن سقطرى في المهرية نت قالت مصادر مطلعة أن محافظ سقطرى الموالي للإمارات رأفت الثقلي أصدر توجيهات بمنع احتفال المواطنين بالذكرى 60 لثورة 26 من سبتمبر. أوضحت المصادر أن ميليشيا تتبع المجلس الانتقالي انتشرت في شوارع العاصمة حديبو لإرهاب المواطنين وهددت باعتقال أي مواطن ينوي رفع العلم الوطني. وفي المكلا لم يختلف الأمر كثيرا. عناصر أمنية تعتقل عددا من المشاركين في مسيرة جماهيرية احتفت بعيد الثورة. كثيرا ما يشير التناغم بين مواقف الانتقالي والحوثيين. الموقف من سبتمبر واحد منها إلى عمق التفاهم والتنسيق بين إيران والإمارات. لم تعد الدولتان تخشيان بعضهما في اليمن، بل تتبادلان المنافع وتتقاسمان النفوذ. إن كنت مخطئا فلماذا يحارب المدعومون من الإمارات خصوم الحوثيين؟ ولماذا لا يسمحون للناس بالاحتفاء بذكرى الثورة؟ خالد الشودري يقول: عداء الانتقال لثورة سبتمبر ومنع الاحتفال في عدن لا يمكن أخذ بحسنية. لا يمكن لمكون يقف ضد مشروع الحوثي الكهنوتي أن يعادي ثورة أسقطت حكم الكهنوت. أما أن سبتمبر ثورة شمالية فهذه فكرة مرفوضة. الثورات لا تحدها جغرافيا، إنها فكرة وعقيدة ونضال تجمع كل المؤمنين بها من أصقاع الأرض على اختلاف ثقافاتهم. تهاني المنصوري تقول: خاف الزبيدي والانتقال من السماح للناس وعامة الشعب من الاحتفال بعيد 26 من سبتمبر، بل يخافون من رفع علم الجمهورية، لأن السماح بالاحتفال سيظهر كم أنهم عبارة عن أقلية في الجنوب وأنهم يسيطرون على عدن وبعض المحافظات الجنوبية، إنما هو بقوة السلاح واستخدام القوة. عامر الدميني يقول: عناصر من ميليشيا الانتقالي تمنع الاحتفاء بثورة سبتمبر في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت وتحرق علم الجمهورية اليمنية وترفع علم تشطيري. وفي المكلا أيضا قوات أمنية اعترضت سيارات خرجت للاحتفال بثورة سبتمبر. تكرر الأمر في سقطرى التي نشر محافظها الموالي للانتقالي نقاطا لمنع الاحتفال. ما الذي سيقوله رشاد؟ سيف الحاضر يقول: ليتشدقون أن عدن عاصمة الجمهورية المؤقتة
عاصمة كل اليمنيين، ووحدها عدن التي لا تحتفل باحتفالات اليمنيين بثورتهم ولا تحزن لحزنهم. عدن المختطفة اليوم لا يمكن أن تكون عاصمة اليمن بأي حال من الأحوال، ولا أن تكون مقرا لرئاسة الدولة ولا مركز التحرر. عدن عاصمة ميليشيا الانتقالي. عبدو غانم يقول: لقد تفاعل جميع أبناء الوطن والشعب مع ذكرى ثورتنا العظيمة سبتمبر المجيدة، إلا بعض الناس المحسوبين على المجلس الانتقالي والحوثيين، ولا ندري ما هو القاسم المشترك بين هؤلاء الذين يكرهون ثورة الشعب اليمني المباركة التي أطاحت بنظام الإمامة والكهنوت والتخلف.